ناخذ الاخت غاده من الرياض، تفضل يا اختي غاده. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير. لو سمحت ممكن اسال الشيخ؟ تفضلي. يا شيخ، ارفع الصوت شوي. نعم، اختي متزوجه وراحت، طبعا دائما اذا راحت زياره اهل بيتها لازم تاخذ معها شيء يضيفهم فيه، مثل قهوه وشاي كذا، بس هم ما يشكرون لها ولا يقدرون، يعني ما يجلسون معها. فحلفت، سمعت في يوم من الايام انهم يتكلمون فيها وكذا زي السبه يعني، فحلفت انا مره ثانيه اذا راحت عندهم ما راح تاخذ معها شيء، وما وفت بوعدها يعني المره الزياره الثانيه، هل عليها شيء؟ ليس واضحا. نعم، فضيلة الشيخ، هذه الأخت غادة تقول أختها متزوجة وعندما تذهب إلى أقاربها تأخذ معها شيء من القهوة والشاي، هؤلاء الأقارب لا يشكرونها على مثلا فعلها وصنيعها عندما تأتي بالشاي والقهوة، فحلفت ألا تأخذ شيئا إذا ذهبت مرة ثانية، إلا أنها لم تفي بحلفها وأخذت. نعم، عليها كفارة يمين لأنها حلفت ألا تأخذ فأخذت، يكون عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة، فإن لم وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام إذا لم تقدر، إذا لم تقدر على العتق ولم تقدر على الإطعام ولم تقدر على الكسوة إنها تنتقل للصيام 3 أيام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهذه خالفت اليمين فعليها هذه الكفارة. نعم.